مشاهدينا، وللحديث عن تداعيات حوادث حرق نسخ من القرآن الكريم والجدل السياسي الدائر في السويد بشأنها، معنا من ستوكهولم الصحفي والخبير الإعلامي الدكتور عثمان عثمان. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. حياكم الله. كيف تقرؤون ما يجري في الساحة السياسية السويدية، وذلك بعد المطالبات باستقالة رئيس لجنة العدالة في البرلمان ريتشارد يومشوف، نشره منشورات مسيئة للرسول محمد صلى الله عليه وسلم؟ يبدو من خلال مسار الأحداث أن ما يجري الآن على أرض السويد من عملية حرق للمصحف الشريف وغيرها من أعمال يعني تسيء للمقدسات الدينية، يبدو أن الحزب العنصري المتطرف يعجبه هذا المسار وهذا الحال، وبالتالي يغذي هذه القضايا ويغذي الخلاف القائم الآن بين السويد والعالم الإسلامي حول عملية حرق المصحف الشريف. هذا الواقع تفرضه أو تظهره الأحداث والتصريحات. فالآن مثلا رئيس لجنة الإدارة أو رئيس اللجنة القانونية لجنة العدل في البرلمان السويدي بالفعل يوم أمس قال كلاما مسيئا لنبي الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم وللإسلام ذاته، وذلك بعد دعوات من السويد ذاتها من المسؤولين السويديين والأحزاب السياسية السويدية إلى إدارة حوار وبدء حوار مع العالم الإسلامي حول هذه القضية. قال بصريح العبارة نحن بحاجة أن نفتح حوارا حول الإسلام ذاته، ويعني قال كلاما مسيئا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. الجديد في الأمر أن هناك حراكا سياسيا وإعلاميا واضحا نشهده لأول مرة. الحزب الاشتراكي الذي حكم السويد لفترات طويلة والذي يملك أغلبية ساحقة في البرلمان السويدي انتفض حقيقة المسؤولون فيه وطلبوا هذا الرجل بالاستقالة من موقعه لأنه يمثل منصبا رسميا في البرلمان السويدي. أيضا كان هناك كلام لرئيس الحكومة السويدي بما معناه أننا نحاول أن نطفئ النار مع العالم الإسلامي لكن هناك من يصب الزيت على هذه النار. أيضا هناك حراك بشكل موازي من خلال الدوائر من خلال دوائر صناع القرار في السويد بأن يعطى التفويض للشرطة السويدية لتقرر ما إذا كان بالإمكان أو ما إذا كان مناسبا أن يعطى تصريح ما لتجمع أو لمظاهرة قد يحرق فيها المصحف الشريف أو غيره من الكتب المقدسة، وذلك على غرار الواقع الموجود أيضا في النرويج. بالحديث عن هذه النقطة بالتحديد ومع حديث إدارة الهجرة السويدية في ذات الوقت عن إعادة النظر في تصريح إقامة لاجئ عراقي بسبب حرقه نسخة من المصحف الشريف، لماذا سمحت بالسويد أو السويد أصلا بتكرار مثل هذه الحوادث ثم تأتي لتسحب الإقامة أو أوراق اللجوء؟ القضية هنا تحتاج إلى تعمق حقيقة. هنا في السويد القانون النظام الأساسي السويدي يقدس حرية التعبير، وهناك أربعة قوانين أساسية في السويد تعديلها يحتاج إلى مسار طويل ربما إلى دورتين برلمانيتين ليتم تعديل أي قانون من هذه القوانين. قانون حرية التعبير هنا يطال المقدسات الدينية، يعني من حق أي مواطن سويدي أن ينتقد دينا أو كتابا مقدسا أو شعارا مقدسا بخلاف أذيته أو اعتدائه على شخص ما. فالقانون الأساسي السويدي من حيث الأصل يتيح هذا الأمر، بل يطالب الشرطة السويدية بأن تحمي هذا الفعل تحت عنوان حرية التعبير. لذلك لاحظنا خلال في هذه النقطة بالتحديد، لو كان كتابا مقدسا آخر غير القرآن الكريم كالتوراة مثلا لو أحرق، ألم يكن يعتبر هذا معادل للسامية مثلا؟ هذا بالفعل ما حصل، أن هناك أحمد علوش الشاب السوري تقدم بطلب لتجمع حتى يحرق التوراة، فأعطوه
تصريحا أيضا منذ يومين امرأة أيضا سويدية طلبت تصريحا لحرق التوراة فأعطيت هذا التصريح، لكن أحمد قال أنا لا أريد أن أحرق كتابا مقدسا لأن ديني يرفض ذلك. وأيضا المرأة السويدية لم تحرق المصحف، قالت إنما أريد أن ألفت النظر إلى قضية سحب الأطفال من أهاليهم عن العوائل البديلة. أيضا منذ عام تقريبا شخص هنا في مدينة مالمو في السويد، ولكن على مستوى الرأي العام العالمي والإعلام العالمي كيف كان سيتعامل لو تم حرق التوراة؟ هذا لم يحصل، لا أستطيع أن أتكهن كيف سيكون الأمر. أنا أتحدث ابتداء أن هذا القانون قانون حرية التعبير يبيح لأي شخص أن ينتقد أي دين أو أن يحرق أي كتاب حتى لو أحرق العلم السويدي فالقانون يحميه، لكن بالمقابل لا يحمي من يعتدي على أشخاص بعينهم. طيب أيضا ما هو تأثير التحرك الإسلامي اليوم داخل السويد نفسها؟ هل تعتقد أن السويد يمكن أن تمضي بالاعتراف بهذا الوجود رسميا؟ وجود ماذا؟ يعني الإسلام أو حرية الأديان؟ حرية الأديان مكفولة في السويد هنا، هذا أمر آخر. نعم، نحن هنا كمسلمين في السويد نمارس ديننا بشكل طبيعي جدا. نعم، لدينا مساجدنا، لدينا صلواتنا، لدينا أنشطتنا الإسلامية، وبالعكس تماما لا نجد أي مضايقة في هذا الأمر. نعم، بل على العكس، يعني في الأعياد نحن نجتمع في الساحات العامة بإذن من البلدية وبحماية من الشرطة السويدية، ويكون هناك ما يقرب من 15 ألف شخص في العيد الأخير. أيضا المظاهرات التي نظمت خلال الفترة الماضية بعيد عيد الأضحى المبارك كان هناك مظاهرات وكانت في حماية الشرطة. فحرية التدين مكفولة في السويد، كما هناك حرية التعبير أيضا مكفولة، لكن المفارقة أننا نحن كمسلمين في هذا البلد يعني تؤثر علينا هذه الحرية. نعم، ويحرق مصحفنا أمام أعيننا ويساء إلى قرآننا أمام أعيننا باسم القانون وبحماية القانون. طيب على المستوى العربي والإسلامي هل من الممكن أن يسهم هذا التحرك والاحتجاج السلمي من قبل الدول العربية والإسلامية بالوصول إلى قرار سويدي ربما يمنع مثل هذه الممارسات؟ بطبيعة الحال المسؤولون السويديون الآن يتحركون باتجاه سن تشريعات تمنع حرق المصحف الشريف أو أي كتاب مقدس آخر، وهذا يأتي نتيجة الضغوط التي تمارس عليها، نتيجة التهديد الأمني الذي يطال السويد. هناك إساءة لسمعة السويد على مستوى العالم، هناك تهديد لأمنها الاقتصادي، مقاطعات اقتصادية، هناك إساءات لعلاقاتها الدبلوماسية مع العالم العربي والإسلامي من شخص كموميكا هو بإقامة مؤقتة في البلد لثلاث سنوات تنتهي العام القادم إقامته، مقابل ماذا؟ شخص أراد أن يحرق مصحفا ويسيء إلى مملكة السويد وإلى شعب السويد وإلى مصالح السويد الاقتصادية والسياسية والأمنية. من ستوكهولم الصحفي والخبير الإعلامي الدكتور عثمان عثمان، شكرا جزيلا لوجودكم معنا.